تعد الجائزة العالمية للرواية العربية من بين الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي. تهدف الجائزة إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة التي إلى لغات طبعا رئيسية أخرى ونشرها. وكانت اللجنة المنظمة أعلنت في 6 يناير الماضي عن القائمة الطويلة للروايات المرشحة لجائزة هذا العام، ثم تلتها القائمة القصيرة في 10 فبراير الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل يقام في نهاية أبريل بأبو ظبي. ينضم إلينا من الدوحة الطبيب والروائي الدكتور أمير تاج السر. أهلا بك دكتور أمير معنا في سكاي نيوز عربية. أبدأ الحديث معك من جائزة البوكر نفسها، كيف تنظر إليها أنت؟ ويعني كثيرون ما يخلطون بينها وبين أخرى مشابهة دكتور. طيب شكرا جزيلا، أنا سعيد باستضافتي. لا يعني حسب خبرتي مع الجائزة ألغي الضوء. حقيقة هي طبعا جائزة، هي الجائزة العالمية للرواية العربية، ونشأت بشراكة مع جائزة المان بوكر البريطانية العريقة وتحت رعايتها بالتأكيد، لكن يعني انشأت في الإمارات، وأنا أعتقد أنها فعلا جائزة مرموقة وجائزة مهمة، لأنه جائزة البوكر أو الجائزة العالمية للرواية العربية ليست رواية يعني استلم الفائز الجائزة وينتهي الأمر، إنما رواية يعني صاحبة فعاليات قبلها وبعدها وهكذا، وقوائم وتسلط الضوء، وأنا يعني كتبت كثير على الموضوع ده، وأعد دائما موسم البوكر هو موسم للقراءة، فلذلك هي جائزة مهمة فعلا، وإحنا سعداء بها يعني، ونتمنى أن تستمر بنفس الزخامة يعني. طيب نتحدث عن الرواية، يعني روايتك 366 بالفعل يعني مثيرة للاهتمام دكتور، حدثنا عنها قليلا. رواية 366 طبعا هي في الأول أنا كنت أكتبها باسم يعني قبل أن أنشرها كنت أسميها رسائل المرحوم إلى أسماء، وهي لها قصة. أنا دائما في كتاباتي كلها أنطلق من يعني موقع واقعي أو من حدث واقعي وأطوره بالخيال بعد ذلك. أنا كما ذكرت إنها كانت مجموعة من الرسائل وأنا طالب في المرحلة الثانوية في مدينة بورسودان. أنا عثرت على هذه الرسائل مع مجموعة من زملائي، وكانت رسائل جميلة كما أذكر، أنا لا أذكر ماذا كان مكتوب بداخلها، إنما كانت معنونة باسم رسائل المرحوم إلى حبيبتي أسماء، يعني واضح إنها رسائل عشق. هذه الرسالة كان مكتوبة بحبر أخضر ومعن ومحط يعني موضوعة في حزمة داخل مظروف ضخم مكتوب عليه هذا الرسائل المرحوم إلى عائلته أسماء. إحنا اطلعنا على هذه الرسائل إحنا مجموعة الطلاب وبعدين توزعناها وضاعت. أنا بعد هذا الزمن كله في العام الماضي تذكرت هذا الموضوع فجأة، وكتبت على يعني على صفحة الفيسبوك موضوع هذه الرسائل، فالأصدقاء ألحوا في كتابتها، فقعدت أحاول أستذكر، لم أستذكر طبعا ما داخل الرسائل، لكن كتبت رواية موازية لرسائل المرحوم وضمنتها ما يعني أتصوره كان قد حدث وما سوف يحدث، وأضفت إليها أيضا أشياء أسميها أنا البهارات الكتابة، يعني أشياء عن فترة أواخر السبعينيات في مدينة بورسودان والأحداث سواء كانت سياسية سواء كانت اقتصادية وهكذا. طلعت الرواية يعني أنا حقيقة كنت راضي عنها. دكتور أمير، بما أنك ذكرت البهارات الأدبية أود أن أسألك، يعني ربما كل شاعر وكل كاتب لديه طقوس وبهارات وطقوس مختلفة، ما هي طقوس الدكتور أمير تاج السر؟ أنا طبعا مستغرب في الدوحة منذ فترة طويلة وأعمل في حقل الطب، ف يعني اخترعت ركن في أحد الفنادق المتوسطة أكتب فيه، ودائما أكتب في الفترة النهارية، يعني حينما تأتيني فكرة وتلح في كتابتها وأعثر على بداية، لازم يعني مع الفكرة أعثر على بداية، فأجلس في هذا الركن صباحا حوالي 4 ساعات، وما في طقوس معينة سوى الجلسة هذه، وأكون هذا الركن
في يعني في في الاستقبال قد يكون حواليه في ناس ركن ضاج، لكن انا انفصل عن كل هذا العالم واكتب. يعني اجلس حوالي 4 ساعات تقريبا بشكل يومي، واشرب قهوه واكتب، واظل اكتب. يعني غالبا ما اكتب حوالي 1000 كلمة في اليوم، وحتى لو جات بعدها خواطر اضافيه لا اكتب. هذه طقوسي بسيطة جدا. طيب دكتور أمير، يعني خالك هو المبدع الراحل الكبير الطيب الصالح، هناك حتى من يشبهك به، إلى أي مدى أنت تأثرت به كشخصية أدبية، وهل يساعدك هذا التشبيه بينك وبين الراحل الكبير الطيب صالح في أعمالك الأدبية؟ لا أنا طبعا من الصغر وأنا معجب بالطيب أول كإنسان. يعني أنا التقيته وأنا كنت طفل، التقيته وكان في زيارة للسودان، وكنت منبهر به جدا يعني قبل ان اطرق انا موضوع الكتابه خالص. بعدين بمرور الزمن كنت طبعا ظللت اكتب شعر من فتره المرحله الاعداديه الى سنه 85 وانا طالب في الجامعه في مصر، كنت اكتب شعر ما كان عندي علاقه بالروايه. ثم بعد ذلك سنه 87 كتبت روايه وانا على اعتاب التخرج، روايه صغيره وكان فيها تاثر بالطيب، كانت عن نفس القرية اللي كتب فيها، وواضح أنك كنت تأثرت بأعماله. لكن أنا سعيد برضو من البداية أنه تكون لي أسلوب خاص. بعدين الحقيقة في كل أعمالي اللاحقة ما كان في تأثر مباشر بالطيب ككاتب، يعني إنما كان يظل موضوع الإعجاب والصداقة الأدبية، وكان الطيب له رأي ممتاز في أعمالي. يعني آخر رواية قرأ لي كانت مهر الصياح، وبعدها طبعا حصل أنه يعني يصيب بالوعكة الكبيرة وتوفى رحمه الله، فتأثري به كان كبير في الناحية الإنسانية. أما ما يفيدني في الكتابة ما كان في يعني فعلاً، الناس كثيرين ما كانوا يعرفوا العلاقة بيني وبين الطيب، وأنا ما سعيت أنه الطيب حتى يقدمني للناس، حتى لا يرتبط انه قدمه وكذا. سعيت اني اشق طريقي وكتبت تجربه كبيره جدا، يعني فيها حوالي 20 كتاب حتى الان، من نحسيره الى شعر الى روايه وهكذا. تمام، الشكر الجزيل لك من الدوحه الطبيب والروائي الدكتور امير تاج السر، وتوفيق نتمنى بكل تاكيد للروايه الجديده. شكرا جزيلا لك دكتور.